مجلس الاعلام في سنة. مجلس الاعلام الحسابات الاخوان هذه اداره مستقله وهي دستوريه، وسيدنا الله ينصرو عين شخص اللي هو دار فيه الثقه اللي هو السجدو. وهنا كنقول انه ماشي غير الصيد فاش كنتفتش ربما على صعيد الوزارات وعلى صعيد الجماعات الترابيه اللي فيها ما يسمى بالتفتيش. كاين بطبيعه الحال اللي هو فيه الاختلالات كبيره، وفيه بطبيعه الحال اللي هو فيه اختلالات اداريه. بالنسبه لي التقرير راه التقرير هو فيه ما يفيد. القرار هذا لان دار واحد السيد اللي هو سيدنا دار فيه الثقه ومشى لقى بعض الاختلالات اللي من طبيعه الحال وزاره الصيد خدامه كدير شغلاتها، ومن طبيعه الحال راه ولا بدا باش يكون الاختلالات من هنا ومن هنا. ولكن التقرير اللي جا ما فيه شيء، الاختلاس ديال المال العام هذا هو اللي صعيب، هذا هو اللي مكنا حنا كلنا المغاربه نوضوا. ولكن انت كتجي كتقول لي في التقرير بانه هو على كل حال هاد الناس عندهم الاغلاط في التسيير، والتسيير هذا هذا كلشي الناس كيكون عندهم الاغلاط السير. انت الا كتكتب دابا ربما غادي دير الجمله وغادي يكون فيه ديال فوتوغرامير، واش كاين ولا ما كاينش شيء؟ ولكن هذا قبل الاصلاح. ولكن الا مشيتي وديتي المال العام واش عنده الاصلاح؟ راه السجن. اذا هذا هو خص الناس يفهموه. كاين بعض الاختلالات اللي حنا كنقولوها قبل ما يكون المجلس الاعلى للحسابات. قبل حنا الا رجعنا للتقارير ديال المجالس ديال لاين بي وديال مع الوزارات ديال الاجتماعات اللي كيديروا معاهم المهنيين، هادشي كلشي راه قلناه، هادشي كلشي راه تذكرنا فيه، تذكرنا على فاليوتيس، تذكرنا بالقضيه ديال الثروه السمكيه اللي مشى كينتهبوها الناس اللي هما كاينين بعض الاساطيل اللي هما عندهم اش غنقول لك ممنوع منعان كليا في بلاد اوروبا. مشينا حنا شريناهم وجبناهم باش الثروه السمكيه ديالنا نهبوها. راه كان السر ديال البارح في طنطا في طرف في الدخله كنهزو بلاطنان. اليوم راه كيمشي لك هاد الباخره دابا اللي كنسميوها انا ايغيس دوبلفي اللي كيمشي يومين وكنجيب 100 طن 150 طن، اللي كنجي 400 و600 طن راه ما بقاش. اذا حنا هادشي كنا قلنا ودي هادشي اللي كاين ماشي معقول. كاين بعض الناس اللي هما كيخلصوا الطاكس ديال الدوله، هادي ماشي ديالنا ديال الدوله، ما كتخلصش شيء. هذا راه سجدتو راه خرجوا. اذا كاين الاوفيس اللي هو الدار على تكون التتميم ديال 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 الثروه السمكيه في البيع ديالها، ما كاين شيء. ما كاين لي مارشي اللي كانوا يداروا على حسب المواصفات، ما كاين شيء. اذا الشيء كله حنا راه حنا درناه، ولكن حنا ما يلموناش اي الناس، حنا ما كنكتبوش، حنا اميين، حنا كنقلبوا على الحوت نجيبوه لا عقل ولا اكثر. ما كنقلبوش احنا باش نكتبوا التقرير نمشيو نصيفطوهم للاذاعه ونصيفطوهم مع الصحافه، ما عندناش. حنا يسولونا واش يمكننا نجيبوا الحوت، ياكلوا الناس الحوت، هذا هو اللي غنديروا حنايا. ولكن كاينين ناس اخرين اللي هما كيعرفوا يكتبوا، ها هما دابا الناس ديال المجلس على الحسابات اللي كيعرفوا يكتبوا، راه خرجوه. اذا الا غادي يخرج المغاربه يحكموا على هذا الشيء هذا. احنا راه قلنا مرارا وتكرارا. دابا بالنسبه للقضيه ديال الطاكس اللي خص الناس ديال علي البيرة يخلصوها، ما كيخلصوها شيء، وهما مغاربه بحالنا كيصيدوا في هذا ديال المغرب وكيحطوا في المواني ديال المغرب، والمغرب دار المواني والمغرب دار الطرقان والمغرب دار كذا، فاش غادي يخلصوا؟ شكون اللي غادي يخلصوا؟ انا كنخلص الضريبه ديالي والضرب بها الطريق، وانت كتجيب الحوت وكدي كتصيفطوا للخارج ما كتخلصش، كيفاش غنديروا ليها؟ واش معقول ولا ماشي معقول؟ انا راه خصني نتحاسب مع هاد الناس، لان انا الضريبه ديالتي انا كدير بها الطرقان وكدير بها المواني، وديالك انت اللي ما كتخلص كاع نهائيا، كتربح وكتدخل الفلوس ديالك وكتمشي بحالك، وكتخلي انا الزباله تما، شكون اللي غادي يهزها عليك؟ اذا هذا هو المشكل، هو هذا داكشي اللي قال سي جطو. راه مزيان ربما الناس غادي يرجعوا الحسابات ديالهم، انه راه الملائير ماشي مليون، راه الملائير اللي كتمشي للدوله، الملائير اللي كتمشي للدوله في الطاكس هذه راه ماشي مليون ولا جوج ولا ثلاثه، راه الملائير. الحاجه اللي الحدابه ديال علي البحار اللي كيتباع تقريبا 30 و40 مليار،
دير ليها 17% شحال هذيك غتدي الدوله كل عام؟ ديروا الحساب. راه الناس كي دابا اليوم كاين ديروا الناس كيديروا الحساب، ماشي بحال بكرا راه مدرمين ودايزين. لا اشدي نديروا الحساب، الا ما عرفنا الحساب غادي نجيبوا خنشة ديال الحمص، ها ديالي ها ديالك ها ديالي ها ديالك. اذا ما بقاش مازال الغفلان ما بقاش، خص الناس كل واحد فينا راه المغرب هذا محتاج بيا ومحتاج بيك ومحتاج بهذاك ومحتاج بهذا. واش جوج الناس يديو التروا ويديروا بها داك الشيء اللي بغاو، ونخليو 39 مليون هي مليوحه وتقلب الدوله، دي لها المدرسه دي لها السبيطار دي لها الطرقان دي لها المواني دي لها المطارات ودي لها الكلينيك ودير ليها وتقرر ليها ولادها وتخدم ليها ولادها. راه ما يمكنش هادشي، راه ما يمكنش. الا ما تعاوننا الدوله ما يمكنش دير كل شيء، ما يمكنش. دارت واحد الساس خصنا حنا داك الساس ندعو ونبنيو عليه، ما بقيناش انا نقلبوا على الساس. راه هو عندنا الميناء، ما غاديش ندير انا ما غاديش نديرو حنا المهنيين، الدوله قاد دارت لينا الميناء، ولكن خص هذا الميناء خص يتخلص. شكون اللي غادي يخلصو؟ انا اللي خدام فيه. هاد لي التاكس ديال البحر شكون اللي غادي يخلصو؟ هذاك اللي كيدي الحوت، ماشي اللي ما كيدي، هذاك اللي كيدي الحوت راه ما كيخلصش شيء. على شي قطاع الدوله كتعاون، حنا ما عاونناش نهائيا الدوله بحالنا ما كاينينش، ولكن حنا بالوطنيه اللي فينا هزينا ذاك الحمل ورحنا علينا. اذا هذا من واحد الناحيه اللي المهنيين ما تقولش عندنا.